400 متر هي المسافة التي تجمع حوالي 160 محلاً تجارياً و120 عربة في سوق مخيم عين الحلوة. فيه تتجاور محلات الألبسة والأحذية والأدوات المنزلية مع محلات الخضار وبيع الدواجن والأسماك واللحوم. وبرغم استقرار الحالة الأمنية إلا أن أسباباً عدة أدت إلى تراجع الحركة فيه. سوق الحلوة بينبكى عليه، صدقا بينبكى عليه لدرجة أنه أسوأ مرحلة بتاريخ السوق بيمرق المرحلة اللي نحن فيها. الجدار العازل اللي حطوا لنا على المخيم، البوابات الحديدية، التدقيق على الحواجز، وطبعا من ناحية أمنية إلى حق الدولة اللبنانية تعمل التصرفات، ولكن هذا بخوف الأجر الغريب اللي هو بده يجي من الجنوب، اللي بده يجي من المغدوشة، اللي بده يجي من خارج المخيم. الوضع الاقتصادي لسه صعب على الكل، وخاصة لسه الدولار بلش يطلع واحنا بنشتري باللبناني، بكره بيقولوا لنا بده يقبضونا بالدولار. تراجعت 70% تقريبا من بالنسبه لبتحكي من 8 سنين لهلا او من 10 سنين، 70% 80% تراجعت. بطل حدا يفوت، يعني صار عندنا احداث ومشاكل ووضع البلد الاقتصاد كله لورا. يعتبر سوق المخيم اكبر سوق شعبي في محافظه الجنوب، كان لسنوات قليله مضت مقصدا لسكان المناطق المجاوره وحتى البعيده. الأوضاع نفسها تنسحب على التعاونيات التجارية التي تشهد تراجعاً في حركة البيع والشراء تقدر ب90%. كنا نبيعنا هون يومي بعشرة مليون، عشرة مليون، هلا عم بيع قدام مليون ليرة، مليون مليون ونصف فلت حالة، وخمسة عيال عايشين ورا المحل، دفتر عليه 250,000 دولار تقريباً، طلع شو كاتبين أوراق، ما حدا عم يسد. ما في مصارب نهائيا مع العالم. أما الأزمة السورية فكان لها الأثر الأكبر، حيث يشغل اليوم حوالي 60% من النازحين السوريين المحال التجارية في المخيم. ينتظر اللاجئون فرجا ويحسبونه قريبا، هكذا هي الحال منذ سنوات، لكن الواقع يحكي دوما عكس ما يتمنون. حنان عيسى الغد من مخيم عين الحلوة، صيدا.